والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هو حسن الخلق؟ للعلماء في هذا الباب تعاريف كثيرة، لكن لعل من أعجبها إلي وأفضلها لدي تعريف عبد الله بن المبارك الذي يقول: هو بسط الكف، هو بسط الوجه، هو بسط الوجه وكف الأذى وسخاء الكف صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان متحليا بهذه الصفات، لكن هذا هو تعريف حسن الخلق: هو بسط الوجه وكف الأذى وبسط الكف والسخاء للناس، أو إن شئت فقل هو التحلي بكل خلق جميل ووصف جليل، والتخلي عن كل ما هو رذيل وعن كل ما هو مستهجن، فتكون كريما حليما صبورا وقورا متواضعا خدوما خفيفا، لا تثقل على أحد ولا تستغل أحدا من خلق الله عز وجل، تسارع في مرضات الله. جاء في الحديث عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنا ستة نفر من الأنصار عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لنا: هل بايعتموني؟ قالوا: لقد بايعناك يا رسول الله. قال: هل بايعتموني؟ قالوا: نعم نبايعك يا رسول الله. فمدوا أيديهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: تبايعوني على طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنشط والمكره، ثم قال: وألا تسألوا أحدا، أي ألا تسألوا أحدا من الناس فتثقلوا عليه بأمر أو بخدمة أو بشيء من المعاني. قال هذا الأنصاري: قال فلقد رأيت الرجل من أولئك الستة يقع صوته وهو على خيله، فما يقول للذي هو من أسفله: ناولني صوت، بل ينزل إليه وحده فيأخذه من حفظهم لعهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.